طلاب اكو بعضكم بعدهم ما عندهم ايميل جامعي. قلنا وين وصلنا؟ البيجمنت، تو تايب اوف بيجمنت اوف فلافينويد المسؤول عن البيجمنت، اكو اللي نسميها الانثوسيانيدين، هاي اللون الازرق، الفايوليت، اللون شايفين هذا الفايوليت كلر، الفايوليت كلر اوف سام فروت اند فيجيتابل، هذا عبارة عن انثوسيانيدين. انثوسيانيدين هو تايب اوف فلافينويد، تمام. اليلو كلر، اليلو كلر هم تابع للفلافينويد، مو بس فلافينويد، التشالكونز هم تابع للفلافينويد، هم مسؤول عن الكلر اوف سم سم بلانت، تمام. الفلافينويد شنو وظيفتها بالنبات؟ سكندر ميتابولايت، يعني وظيفة السكندر ميتابولايت هي شنو؟ هي بروتكشن للنبات. أما للهيومن، الهيومن الفلافينويد هي الترند اوف اوف الفايتوكيميكال. صوتي قطع من يمك. ترند اوف فايتوكيميكال الريسبونسبل فور انتي اوكسيدنت اكتيفيتي، ريسبونسبل فور انتي انفلاماتوري اكتيفيتي. يعني ان جنرال الفلافينويد هي بروموتينج هيلث، يعني الهيلث. هسه راح نجي على الميكانيزم اوف فلافينويد شلون تشتغل. هسه راح نجي على الميكانيزم شلون الفلافينويد تشتغل از انتي اوكسيدنت، از انتي انفلاماتوري، از اذر هيلث بنفيت، تمام. عندنا الفارماكولوجيكال اكتيفيتي اوف فلافينويد جلايكوسايد. الفارماكولوجيكال اما تكون انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت كلش قوي، بالتالي تشتغل انتي انفلاماتوري، تشتغل انتي اليرجيك، انتي فايرال، انتي بكتيريال، انتي ديابيتيك، وات ايفر. نيجي هنا على البيسك ستراكشر، هذا البيسك ستراكشر اوف، هذا نسميه شنو؟ هذا الستراكشر نسميه الفلافان، فلافان ستراكشر، هذا فلافان ستراكشر، هذا بيسك سكلتون اوف فلافينويد جلايكوسايد، بيسك سكلتون اوف فلافينويد جلايكوسايد، نسميه داي فانل. شوفوا هنا فانل وهنا فانل، داي فانل بروبان، زين، يعني حلقتين بنزين، داي فانل بروبان، هاي وحده وهاي اثنين، داي فانل بروبان، او نسميه فانل بنزو بايران، يعني فانل مرتبط برقم اثنين بالبنزو بيران، تمام. هذا البيسك سكيلتون للفلافينويد جلايكوسايد، ياهو البنزو بيران، بنزو بيران حلقه البنزين ويا البروبان نسميها بنزو بيران، انا راح اوضح لكم اياها اكثر. اذا بيسك سكيلتون ممكن اسميه بنزو بيران، ممكن اسميه فلافان، ممكن اسميه تو فانل بروبان. هذا بنزو بيران، هذا البارت نسميه بنزو بيران، برقم اثنين مرتبط بفانل نسميه تو فانل بنزو بيران او فلافان، او نسميه الداي فانل بروبان. هاي كل الاسمياء، كل التسميات هي وحده، ان هذا البيسك سكلتون مال الفلافينويد جلايكوسايد. دكتور ترى بس ما قاعد اشوف المهزه ملافه. شير، ما مسوي شير للسكرين. تمام، عين هذا ايش قلنا هسه؟ خلي من البداية نعيد لكم. هذا structure تشوفونه، هذا البيسك سكيلتون الفلافينويد جلايكوسايد او الفلافينويد ان جنرال، تمام. شو نسمي هذا السكيلتون؟ نسميه اما بنزوبيران، هذا التو فانل بنزوبيران، هذا بنزوبيران نسميه بنزين رينج مرتبط بايرون رينج نسميه بنزوبيران، تمام. تو فانل موقع رقم اثنين عندنا فانل، هذا تو فانل بنزوبيران، هذا بيسك سكيلتون. التسميه الثانيه نسميه فلافان، فلافان زين، هذا الفلافان هو البيسك سكيلتون للفلافينويد جلايكوسايد.
واقدر اسميه داي فانل هاي فانل وهاي فانل بنز داي فانل بروبان، هذا البريدج بين التو كربون اتوم نسميه بروبان. تمام. النمبرينج، النمبرينج مال هذا الديسك سكلتون كلش مهم، تحفظون ستراكشر تحفظون النمبرينج مالته، نمبرينج كلش مهم. رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، ورقم خمسة. الرينج الثاني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. تمام. هذا البيسك سكيلتون. المواقع المهمة للمودفيكيشن، كل المواقع مهمة للمودفيكيشن. تمام. يعني أي موقع يصير بيه مودفيكيشن راح يتغير عنده الفلافونويد. يسمونه مرات البيسك سكيلتون C6 C3 C6. هاي C6، هاي 3 كربون اتوم، وهاي 6 كربون اتوم. تمام. هذا C6 C3 C6 كربون اتوم. رينج A ورينج B هو عبارة عن الفانل، ورينج C اللي هو الجنكشن البريدج بيناتهم. تمام. هاي التسمية النمبرنج، يعني ترسم لي البيسك سكيلتون لازم تقول ياهو رينج A وياهو رينج B وياهو رينج C. تمام. هذا بالنسبة للستراكشر مالت الفلافينويد ان جنرال، هذا يعني بيسك. تمام. طبعا الفلافينويد هنا راح اقسمها اكثر من قسم بيست اون شنو، بيست اون ستراكشر. يعني رينج A، رينج B، هذا الرينج B تشوفون الرينج B، رينج بي اذا كان الاتاتشمنت مالته برقم اثنين نسميه فلافينويد، اذا كان الاتاتشمنت مالته برقم ثلاثة نسميها ايزو فلافينويد، ايزو فلافون او ايزو فلافينويد. زين. اذا برقم اربعة نسميه نيو فلافينويد. تمام. اذا رينج بي اذا كان الاتاتشمنت مالته برقم اثنين نسميها فلافينويد، إذا كان برقم ثلاثة نسميه ايزو فلافينويد، إذا كان برقم أربعة نسميه شنو؟ نيو فلافينويد. تمام؟ فنشوف الفلافينويد هي الموست ميجر ميجر جلايكوسايد موجودة بالنبات، يعني تقريبا ماكو نبات ما بيه فلافينويد أو ما بيه فلافينويد الجلايكوسايد. تمام؟ أكثر النباتات موجود بها فلافينويد وفلافينويد جلايكوسايد. زين. لو نجي قلنا الدايفرسيتي او التنوع مالتها ليش؟ لان اكو عندنا اكثر من سبستيتيوشن ممكن يصير بيها. من رينج بي مرات يرتبط برقم اثنين، مرات برقم ثلاثه، بس مرات برقم اربعه، بس موست كومنلي هو برقم اثنين. تمام. اذا برقم اثنين وصار بي موديفيكيشن يعني على الرينج بي، يعني هنا او ايج هنا او ايج، هم يصير عندي أكثر من فلافينويد. تمام. هذا المخطط هو يختصر لكم كل حكي. شلون البيسك سكيلتر ايش قلنا نسميه؟ لافان، لافان هذا البيسك سكيلتر اللي هو هذا بالنص. تمام. البيسك سكيلتر اذا ضفت له كربونيل جروب برقم أربعة، باعوا رقم أربعة، ليش تشوفون أنتو؟ خليني أكبر. باعوا على البيسك ستراكتشر، ليش تشوفون شو اسمه؟ دكتور يعني نشوفها بس ما واضحة، ما نقدر نقراها، الأرقام بلوجان بينا. موبايل انترنتك ضعيف. أنت يعني الصورة مزومة بعيدة بالك. كلش واضحة هي الصورة. هذا البيسك سكيلتون. زين. على ضوءها احدد نوع الـ الـ على ضوء الموديفيكيشن بتصير عندي برينج سي او برينج بي او برينج اي، احدد نوع الفلافينويد. تمام. الفلافان إذا ضفت له كربونيل جروب برقم أربعة إيش راح يصير؟ راح يصير فلافا نون،
فلافانون يعني صار كيتون، فلافان يعني هو يبقى فلافان، فلافانون اللي هو النارنجين. شوفوا هاي إضافة كربونيل برقم 4، تمام. إذا ضفت ما تشوفون ستراكتشر، خلينا نرسمه هنا بار. هذا رقم 2، عندي رينج بي. هسه واضح بدي تشوفونه طلاب، بدي تشوفونه ايوه دكتور، واضح. تمام. هذا رقم 1، هذا رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، 6، 7، 8. نجي نا رقم 1، رقم 2، 3، 4، 5، 6، تمام. هذا فلافان، هذا ستراكتشر فلافان، طبعا رقم 1 بها أكسجين. هذا إذا برقم 4، برقم 4 خليت كربونيل، إيش راح يصير؟ فلافان، خليت كيتون فلافان نون، كيتون صار، تمام. برقم 4 صار كيتون فلافانون، فلافانون اللي هو فلافينويد موجود بالسترس فروت يعني بالحمضيات، مثل عندي النارنجين، الهسبريدين والنيو هسبريدين وغيرها، تمام. هذا فلافانون، اكتب لكم يا فلافانون. فلافان نفسه ضفت له اون، ليش؟ لان تحول الى كيتون. بغض النظر عن الاو اتشات اللي هنا، ممكن يكون او اتشات هوايه، زين بغض النظر عنها، المهم نسميه فلافانون، يعني الكلاس مالته نسميه فلافانون. فلافانون هو سب كلاس من الفلافينويد. احنا بدنا نحكي هسه على سب كلاس، ما بدنا نحكي على فلافينويد معين، تمام. يعني هذا شلون نقسمها الفلافينويدات، شلون نقسمها. هسه هذا مفهوم. هذا نفسه اذا خليت برقم 3 او اتش، ايش راح يصير عندي اذا خليته برقم 3 او اتش؟ نفسه يبقى فلافانون بس اضيف له اول، فلافانون نول، زين فلافانون اول. ليش ضفت برقم 3 او اتش؟ تمام. نفسه هذا الفلافانونول اذا ضفت له اسره مزدوجه بين الاثنين وبين الثلاثة، ايش راح يصير عندي؟ فلافون. ما راح يصير عندي فلافون، فلافون، فلافون اللي هو اكثر فلافينويد موجود بالطبيعة. فلافون، ليتيولين، ابيجينين، تراجنتين، هذني الفلافون جلايكوسايد، فلافون، تمام. فلافون فلافينويد بيها شنو؟ بيها آسرة مزدوجة. مجرد ضفنا آسرة مزدوجة بموقع رقم 2 3 تحول إلى شنو؟ إلى فلافون، قمنا نسميه فلافون. إذا بموقع رقم 3 نفسه، هذا بموقع رقم 3 ضفنا له أو إتش جروب، إيش راح يصير عندي؟ منو يعرف؟ إذا ضربنا برقم 3 أو إتش جروب، إيش راح يصير عندي؟ ترى الكحول، ها؟ ترى الكحول. هسه اسمه فلافون بدون الـ OH، إذا ضف له OH إيش راح يصير اسمه؟ فلافانول. فلافونول.
فلافون اول، فلافون اول. نعم. زين راح يصير فلافون اول، تمام؟ اذا ضفنا برقم 3 او اتش جروب، بغض النظر سواء اذا عندنا باقي السايتات او اتشات احنا ما لنا علاقه بها، المهم رقم 3، رقم 3 سايت اوف موديفيكيشن، تمام؟ هذا بالنسبه للفلافون. هذا هسه راح يصير فلافون اول، من نضيف او اتش برقم 3 راح يصير فلافون اول، فلافون اول، فلافون اول، تمام؟ حد هنا واضح؟ تمام. دكتور، نعم. إذا موجود أو اتش برقم 3 وموجود آسرة في شيء متزوجة لو لا مش هي فاهمة. ايه طبعا اصلا هو فلافون، هو فلافون، بس من اضيف الاو اتش برقم 3 يصير فلافون اول، تمام؟ بدون تمام، الاسره شكرا دكتور. المزدوجه، بدون الاسره المزدوجه شو نسميه؟ فلافان، فلافان نون اول. زين اذا شنو الاسره المزدوجه؟ فلافان نون اول، فلافان نون اول، تمام؟ اللي هي هسه قبل شويه قلنا، فهمنا؟ هسه نجي اذا كان رينج بي، رينج بي موقع رقم 3 شو نسميه؟ رينج بي موقع رقم 3 شو نسميه؟ ايزو فلافونول، ايزو، ايزو. زين ايزو فلافونول هذا رقم 3، تمام؟ نجي على البيسك ستراكشر. نعيده لو افتهمنا. دكتور نعيده قبل لو ما افتهمنا. استخدمت عندنا، عيده عيده. تمام. باو شباب، نرسم اول شيء البيسك سكيلتون، هذا البيسك سكيلتون، تمام؟ هذا رينج بي، هذا رينج اي، هذا رينج سي، تمام؟ النمبرينج رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، 5، 6، 7، 8. هنا 1، 2، 3، 4، 5. هذا شو نسميه؟ طلاب هذا شو نسميه؟ لافون، هذا structure لافون. based فلافان، هذا فلافان، تمام؟ فلافان هذا basic structure. اوكي، الفلافان اذا اخليه له كربونيل برقم 4 شو يصير؟ اذا اخليه له كربونيل فلافانول. فلافانون، فلافانون. خلينا نكتب لكم يا فلافان، فلافان اون. ليش لافانول كيتون؟ فلافان نون، فلافان ونضيف له اون، تمام؟ واضح هسه؟ اذا هذا الفلافانون نفسه اضيف له شنو؟ موقع رقم 3 اضيف له او اتش، شو يصير؟ فلافانول ال اي او ام نفسه فلافانون نضيف له او او ال، او فلافانون، ال بالنهاية. فلافانون نول، تمام؟ تمام لحد هسه؟ تمام دكتور. هسه اذا اشيل او اتش واضيف شنو؟ اضيف اسره متزوجه، شو يصير بين الثلاثه والاثنين؟ فلافون، فلافون
لافون فلافون لافون فلافون لافون تمام. هذا فلافون هو الموست كومن لافينويد موجود بالفيجيتابل لتيولين ابيجينين وغيرها تمام. فلافون اوكي لحد هنا. اذا الفلافون نفسه اضيف له او اتش بموقع رقم 3 شو يصير؟ اذا فلافون فلافون نفسه فلافون بس اضيف له شنو؟ او اتش الايزو الايزو فلافون 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 فلافونول تمام تمام اوكي نجي هنا تمام دكتور. نجي على واحد واحد. هذا البيسك سكيلتون موجود عندنا تمام. شوفون الفلافانون هذا فلافان اون باوع ضايف بس كربونيل بموقع رقم 4 فلافانون تمام. مثل عند النارنجين والهسبريدين وال ال ال نيو هسبريدين وغيرها اللي موجوده وين؟ بالسكرس فروت تمام. الايزو شوف الايزو وين؟ موقع رقم 3 رينج بي صار بموقع رقم 3 صار ايزو باعوا رينج بي من يصير بموقع رقم 3 هذا ايزو رينج بي بموقع رقم 3. الفلافون شوفوا الفلافون هذا الفلافون شنو؟ خل نفس الفلافانون بس ضاف لآسر مزوجة بموقع 2-3 تحول من فلافانون إلى فلافون تمام؟ من فلافانون إلى فلافون. الفلافون ضاف لأو اتش بموقع رقم 3 تحول إلى فلافون أول تمام؟ تحول إلى فلافون أول. هذا نفس البيسك سكيلتون اذا ضاف له او اتش بموقع رقم 3 فلافان هو البيسك سكيلتون سميناه فلافان مو راح يصير فلافان اول سهل. هاي الاو والاي تفرق تمام. يعني اذا غلطت بالاو كتبت الاو مكان الاي راح تفرق تمام. الانثوسيانيدين الانثوسيانيدين هو نفسه فلافانول بس شنو بآسرة مزدوجة برينكسي آسرتين مزدوجات آسرتين مزدوجات برينكسي هو نفس الانثوسيانيدين. الانثوسيانيدين مثل قلنا مسؤول عن البلو او الفايلت كلر مال سم فلاورز اند فيجيتابل مثل عندنا الدلفانيدين مال فيدين او البيلارجونيوم بيلارجونيدين تمام. الفلافون قلنا مثل الابيجينين والتيولين الفلافونول الفلافونول كويرسيتين كانفيرول ايزورامتين روتين مارسيتين وريزفيراترول هذني ذا موست كومن فري راديكال سكافينجر او نسميه الانتي اوكسيدنت تمام. هسه بالممارسه تعرفوها ان شاء الله واحده واحده. نيجي السورس سورس اوف فلافينويد سورس اوف فلافينويد باعوا هاي الصورة فلافون قلنا الموست كومن موست كومن فلافينويد هو الفلافون موجود بالفيجيتابلز بالفروت بالسيلري بالبيبر هواية ماكو نبات ما بيه فلافون تمام. فلافونول شوفوا أهم مجموعتين كل هذني أهم اثنين الفلافونول والفلافون تمام. أهم اثنين فلافونول وفلافون. هسه راح نعرف ليش اهم اثنين تمام. فلافون وفلافونول فلافونول مثل كويرسيتين كويرسيتين روتين مارستين الكانفيرول اذن فلافونول. كويرسيتين موجود وين؟ بالبصل. البصل هو ريتش سورس اوف كويرسيتين ريتش سورس اوف كويرسيتين بالتالي البصل يشتغل انتي اوكسيدنت انتي اوكسيدنت كلش قوي اميونو بوستر. ليش دكتور لافون؟ نعم دكتور قالت لما حلقة بي
تتصل بالذرة رقم 3 تصير ازو فلافونول مو؟ اي ازو فلافونول موقع اذا اتصلت بها اذا اتصلت بها او اتش الحلقة بيصير ازو فلافونول؟ لا الايزو الايزو فلافينويد الايزو فلافينويد هي نسميها ايزو فلافينويد تمام ان جنرال تمام الايزو فلافينويد يعني ما يهم اذا اتصل بها او اتش او اتش ما يتصل بها او اتش برقم ثلاثة لان هي اصلا الرينج بي موجود برقم ثلاثة تمام رينج بي هو موجود برقم ثلاثة ما نقدر نضيف له او اتش برقم ثلاثة عرفت رينج بي قصدي دكتور اذا اتصلت برينج بي اذا اتصلت برينج بي اتصلت بها او اتش او سي لا ما نسميها اول تمام تبقى ايزو تمام دكتور ايزو فلافون زين تبقى ايزو فلافون يعني بموقع رقم ثلاثة ما نقدر نضيف او اتش ليش لان هو رينج بي موجود برقم ثلاثة اذا برقم اربعة رينج بي نسميه نيو فلافون تمام باو هنا الفلافونول قلنا هو الكويرسيتين وجماعه الروتين والمارستين والكانفيرول تمام الايزوفلافينويد وين موجود الايزوفلافينويد موجود بالصويا بين صويا بينز والليغام تمام لا أعزف لا هسه راح ناخذها ان ديتيلز طبعا وحده وحده الفلافونول ناكم موجود وين بالسترس فروت اللي هي الهيبريدين والنيو هيسبريدين وغيرها تمام الانثوسيانيدين قلنا لكم هي المسؤول عن اللون الكلر البلو او الفايوليت او البيربل كلر اوف سم فروت اند فيجيتابل تمام هذا العنب الاسود دي انثوسيانيدين الانثوسيانيدين هي فلافينويد بها انتي اوكسيدنت كلش عاليه تمام التشالكون هاي التشالكون احنا ما تطرقنا لها التشالكون نفس هي تعتبر فلافينويد بس ستراكشر رينكسي يكون مفتوح رينكسي يكون مفتوح هاي التشالكون رينكسي يكون مفتوح فلافينويد يا عالم كامل احنا ما نريد ندوخكم بي يعني بس نعطيكم المهمات المهمات زين نجي بروبرتيز اوف فلافينويد من يعرف فلافينويد هي بيسك لو اسيدك يعني تعتبر بيس لو اسيد دكتور بيس اسيدك عفوا اسيدك ليش ليش اسيدك دكتور تحتوي على او اتش عفوا تحتوي على الاو تحتوي على الاو اتش الاو اتش هنا شنو اسيدك هاي الاو اتش مو بيسك اسيدك او اتش عفوا اسيدك او اج مرتبطه باروماتيك رينج تكون اسيدك ليش لان اروماتيك رينج هو جود وذ دراونج جروب فالاتاتشمنت اوف هيدروجين بالاو يكون ضعيف تمام طبعا فلافونويد ديزولف ان الكالاي طبعا اكيد يعني هي اسيدك فمن تتفاعل ويا الالكالاي ايش راح يصير راح يصير سولت فيصير ديزولف اليولو كلر راح يصير شنو give intense yellow color من يعني شلون اكشف عن الفلافينويدات شلون اعرف اني عندي فلافينويد لو ما عندي فلافينويد افعلها ويا بوتاسيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد اذا صار اللون اصفر معناته اكو فلافينويد تمام اذا ما صار لون اصفر معناته ماكو فلافينويد وهذا اللون الاصفر اذا اضيف له اسيد راح يرجع كلرلس يرجع كلرلس هذا من تستات الفلافينويد تمام وين الذوب الفلافينويد من يعرف من يعرف وين الذوب دكتور بالوتر وبالكحول ليش بالبولاري السولفنت بولاريتي عفوا بولار سولفنت بولار سولفنت ليش الذوب بالبولار سولفنت دكتور بولار سولفنت تحتوي على او اتش واحده من واحد ايضا تربل مالو تمام بولر شوف اكو اكو الفلافينويد جلايكوسايد مرتبط بها الشوغر الفلافينويد وحده نقول فلافينويد بدون جلايكوسايد معناته بس الاجلايكانونيد احكي تمام اذا فلافينويد جلايكوسايد معناته شنو بها شوغر بارت اذا فلافينويد وحدها
معناته أجلايكان. إذا فلافينويد جلايكوسايد معناته شنو؟ يعني أكو جلايكوسايد، أكو شوغر وياه. طبعا هنا نيجي على الجود سولفنت اللي هو soluble in water and alcohol. ليش؟ لان هي polar. Ethyl acetate is a solvent of choice for extraction of flavonoid. Flavonoid. بعرف flavonoid، ما قال flavonoid glycoside. من اضيف كلمة glycoside الأثيل أستيت ما راح يسحبها. الأثيل أستيت يسحب الأجلايكان فقط. الأجلايكان of flavonoid glycoside. تمام؟ اما اذا فلافينويد جلايكوسايد بيوتانول احتاج له، لان بولاريتي تكون عاليه. اذا اكو شوغر بولاريتي عاليه احتاج بيوتانول. زين، اذا ماكو شوغر بس اجلايكان بس فلافينويد وحدها، اثيل استيت هو السولفنت اوف تشويس. تمام. نيجي البنفيت افكت، الهيلث بنفيت اوف فلافينويد. من يعرف فلافينويد تفيدنا بشنو؟ Flavonoid reduce the risk of cancer. تمام. ليش؟ لأنها أنتي أوكسيدنت كلش عالي. زين، فتقللنا ال incidence of cancer، تقللنا ال risk of cardiovascular disease، تقللنا ال risk of neurodegenerative disease. تعتبر أنتي inflammatory، تعتبر أنتي أوكسيدنت، تعتبر platelet aggregation inhibitor، تعتبر انتي فايرال، تعتبر انتي بكتيريال. بها هوايه فارماكولوجيكال يوز، هوايه كلش هوايه فارماكولوجيكال يوز للفلافينويد. بس اهم 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 شيء هي الانتي اوكسيدنت والانتي انفلاماتوري اكتيفيتي. الانتي اوكسيدنت يعني كل ذني يعتمد على الانتي، يعني هي شلون تحسن الكارديوفاسكولار ديزيز، تحسن الكارديوفاسكولار فانكشن. انتي اوكسيدنت، تشتغل انتي اوكسيدنت، بالتالي تقلل ال LDL اوكسيديشن، تقلل ال LDL اتاتشمنت تو اندوثيليال سيل، تقلل الهايبرتنشن. تمام، تقلل الاثيروسكلروسيس. هاي كلها الهيلث بنفيت اوف فلافونويد جلايكوسايد. تمام، benefit effects associated with the consumption of cardioactive شو اسمها flavonoid. risk of cardiovascular disease، reduction of blood pressure، delay or prevent the onset of disease caused by free radical، اللي هو ال disease اللي caused by free radical اللي هي cancers وال هواية disease. ماكو مرض تقريبا مسببة لفري radical. الفري راديكال هي الجذور الحرة تتكون بجسمنا نتيجة الميتابوليزم أو نتيجة الليبريشن مال انرجي. هاي الفري راديكال هي تسبب لنا التجاعيد بالوجه، هي تسبب لنا لون البشرة يصير غامق، هي تسبب لنا الكانسر الله يبعدنا، هي تسبب لنا الكارديوفاسكولار ديزيز، هي تسبب لنا كل تقريبا أكثر الديزيز هي تسبب لنا هاي الفري راديكال. الفلافينوت شنو؟ تمنع هاي الفري راديكال. Antioxidant, anti-inflammatory, improvement of endothelial function, inhibit LDL oxidation. هاي كلها شنو؟ كلها health benefits. دكتور يعني بشكل أساسي أكثر شيء مستخدم به شنو؟ Antioxidant, immune booster. أكثر شيء flavonoid. شاف أكو مثل إنجليزي يقول لك أنا pull a day keep a doctor away. تفاحة في اليوم نعم. هذا شنو؟ ليش تفاح؟ ليش ما اختار غير شيء؟ rich in flavonoid. زين، flavonoid هي انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت كلش قوي. يعني واحد يريد يقوي المناعة مالته شو يقولوا له؟ يقولوا له اكل فواكه وخضروات. تمام، بيها flavonoid. organic diet. زين، organic plant rich in flavonoid. فبالتالي ايش راح يصير عندنا؟ راح تشتغل انتي اوكسيدنت. من تشتغل انتي اوكسيدنت، من اقول انتي اوكسيدنت معناته شنو؟ انكريز بالاميونيتي، يعني اميون بوستر. من اقول انتي اوكسيدنت يعني اميون بوستر. من اقول انتي اوكسيدنت معناته شنو؟ معناته لو ريسك فور كانسر، او حتى تشتغل انتي كانسر يعني كايد يعني للكيموثيرابي تشتغل از انتي كانسر. من اقول انتي اوكسيدنت معناته جنرال
well-being. General شنو؟ general well-being. يعني تزيد الwellbeing بسرعة. نجي على الحد هنا، أكو أحد ما فهم شيء أو أحد عنده سؤال؟ أنتو كم طالب؟ كم طالب أنتو؟ دكتور 95 طالب لحد هسه. 95. 95 بالكلاس. شو الكلاس ايش قد بيها هسه؟ ودكتور هي رقم نهائي ما موجوده، بس شيء يعني للنقله واللي يسوي صفه 95 طالب. ما ادري يعني اشو مرحلتكم كلش مخربطين. طابين هسه 71 واحد. 71 واحد. شنو البقيه ما يريدون للكلاس ينجحها؟ ادري البقيه ما يريدون ينجحها؟ والله ما يعني عنهم اي شيء يعني. يعني حتى اسمائهم ما اعرفهم دول المنظمين. تمام. يعني التشيف فلافينويد بالموجودة بالماركت عندنا اللي نشوفها احنا بالصيدليات زين، اللي هي الموست كومن فلافينويد. فلافينويد تقريبا 9000 نوع. 9000 فلافينويد موجود بالطبيعة. تمام، بس احنا ما نجي ندرس هاي 9000. هي كلها تقريبا نفس الاكشن، نفس الفارماكولوجيكال اكتيفيتي. اكو فاريشن طفيف كلش، بس احنا التشيف الموجوده عندنا بالماركت اللي عليها دراسات هوايه وعدها ابروفر هي السيترس. نجي على وحده وحده نسميها سيترس فلافينويد او سيترس بايو فلافينويد زين، اللي موجوده بوين؟ موجوده بقشور الحمضيات زين، بالستري بيريكاربيوم زين، موجوده بالسيترس سبيشيز. قلناها قبل شويه هي شنو؟ فلافانونول او فلافانون. فلافانون اللي هي الهسبريدين والنيو هسبريدين والنارنجين زين، والاريودكتين والاريوسترين. هذني شنو؟ هذني اللي نسميهن فلافانون. فلافانون فلافانون تمام. هذني وين موجودات؟ هسه شفنا الصوره بالسترس فروت along with pectin، موجوده بالقشور مال الحمضيات او الحمضيات in general يعني. واكو فلافونويد الاخ موجود هو الفلافون جلايكوسايد. الفلافون موجود باي مكان، anywhere anywhere anytime، دائما نشوف فلافون جلايكوسايد. شنو فائده السترس بايو فلافونويد؟ شايفين اكو انواع من الفيتامين سي كومبلكس يسموها فيتامين سي او سي كومبلكس، يضيفون وياها شنو؟ فلافينويد. يعني يضيفون فيتامين سي فلافينويد يسموها السيترس فلافينويد، او يضيفون وياها يسموها الفيتامين سي كومبلكس. تمام، هاي شنو؟ شنو يعني تحتوينا على فيتامين سي وفلافينويد. ليش يضيفوا له فلافينويد؟ حتى شنو؟ حتى يزيد الانتي اوكسيدنت. فيتامين سي وانتي اوكسيدنت، اميون بوستر، يزيد لنا الاميونيتي. تمام، الفلافينويد نفس الشغل، اميون بوستر انتي اوكسيدنت وتزيد لنا الاميونيتي. تمام، بالاضافه الى انه السترس فلافينويد هم تساعد لنا على الكابيلاري فراجيل، ديكريز كابيلاري فراجيلتي حاله حال الروتين. هذا الروتين، الروتين هو كلش كومن. فلافينويد كلش هوايه موجود بالطبيعه، موجود عندنا بالصيدليات هوايه. تمام، الروتين من ايش متكون؟ متكون من كويرسيتين ريو ريتينوسايد. تمام، كويرسيتين ريتينوسايد، كويرسيتين ريتينوسايد. يعني هو الروتين، الروتين هو شنو؟ هو الجلايكوسايد. كويرسيتين 3 او ريتينوسايد هذا الاسم الثاني له. تمام، يعني الاجلايكان مالته هو كويرسيتين، كويرسيتين هو الاجلايكان مالته. الشغل الروتين وين نلقي؟ نلقي بالبرودكت اللي نستخدمها للهيمورويد، البرودكت اللي نستخدمها للفاريكوس فين. يعني يقللنا شنو؟ يقللنا الكابيلاري فراجيلتي، يقللنا شنو؟ الكابيلاري فراجيلتي.
هذا يا نوع من الفلافينويد، من يعرف، من يعرف يسميه هذا يا نوع من الفلافينويد؟ من يعرف؟ اللي يعرف يا نوع، اللي يعرف دكتور فلافانول يعني اللي الأصل المزدوج البي شلون؟ فلافان قول مرتلخ فلافان فلافان اي اللي فلافان اللي يصير بأصل مزدوجة بالاثنين والثلاثة نفسه فلافون نول، فلافون نول قلنا لكم كورستين روتين والمارستين تمام، هذا ني فلافون نول روتين الون كومبينيشن هنا فك الانستخشن كابلري والكاب تستخدم الهيمورويد الفاريكوس فين بايو فلافينويد تمام. كويرسترين باع انتبه اكو فرق، اكو كويرستين اكو كويرسترين، هذا كويرسترين هذا جلايكوسايد، كويرسترين هو اجلايكان، كويرسترين هو اجلايكان، كويرسترين هو الجلايكوسايد، كويرسترين هو كويرسترين 3 او رامنوسايد اكر ان بارك اوف كويريكاس تينكتوريا اللي هي شنو البلوط يسمونها هيك شيء، موجود وين؟ بالبيربيري او اليوفايورسي، اليوفايورسي هي بلانت كلش افكتيف بالتريتمنت اوف يو تي اي، يو تي اي يوفايورسي معناتها يو تي اي تمام. كانفيرول، الكانفيرول له هواية هيلث بنفيت، كانفيرول نفس الحال هذا الستركتشر مالته، هذا شنو يا نوع؟ فلافانوز. فلافانول، فلافونول، فلافون اول تمام، فلافونول كانفيرول نستخدمه لل يعني هم انتي اوكسيدنت هم بس احنا من نقول هنا الميديكال يوز ان كلهن انتي اوكسيدنت، ان كلهن اميونو موديوليتر، بس من اسوي سبيسيفيك كانفيرول ريديوس لانج كانسر انسيدنس معناته انه الكانفيرول اكو عليه دراسات شافوا عليه بحوث انه يقلل لنا الانسيدنس اوف لانج كانسر، نقول الكانفيرول يقلل لنا النيورو ديجنريشن معناته انه اكو بحوث شافوا انه الكانفيرول يقلل النيورو ديجنريشن، من اشوف الكانفيرول يقلل لنا الريسك اوف فايبروسيس معناته نفس الشيء الكانفيرول عليه بحوث انه يقلل لنا الريسك اوف فايبروسيس تمام. هذا الكانفيرول may be a potent prophylactic against NOX mediated neurogeneration، يعني neurogeneration الناتج من الانزيم اللي يسوينا inhibition لل NDPAH. هسه نجي على isoflavonoid، isoflavonoid كمان حلقة بي تحتوينا على رقم ثلاثة، رقم اثنين بيرينج وين موجود، رقم ثلاثة ثلاثة زين مو برقم اثنين دو برقم هي فلافينويد تمام، فلافينويد ودا الأز نستخدم وين موجودات قلنا بالصويا بين، صويا بين اكثر شيء نلقيهن دائما نشوف اكو برودكتات نستخدمها للبوست مينوبوزر بالصيدلي، هسه روح شوف لنا البرودكتات اللي يستخدموها البوست مينوبوزر ساين اند سيمتومز، اللي هو بوست مينوبوز يعني سن الياس، هاي من المره متصل سن الياس يصير عندها شنو بوست مينوبوزر ساين اند سيمتومز، يصير عندها هوت فلاش هاي الشغلات الاوستيوبوروسيس يبدي يظهر عندها بسن ال 45 وفوق. الايزوفلافينويد اللي موجوده بالصويا بين زين تقلل لنا الريسك او تعالج لنا المينوبوز سيمبتومز اوف مينوبوز
تمام. هاي اي برودكت تروح تشوفه بالايز البوست مينوبوزال وومن، يشوف الانجريدينتس مالته ايزوفلافون او صويا بين ايزوفلافون. حتى الايزوفلافون بها انتي انفلاماتري كلش عاليه، يعني الانتي انفلاماتري مالتها هم كلش عاليه حالها حال البقيه. فلافون وليجنان هذا فلافينويد مرتبط به شنو؟ مرتبط به فنل بروبانويد. فنل بروبانويد اللي هو شنو؟ هذا فنل بروبانويد، هذا structure of فنل بروبانويد. تمام، فنل بروبانويد، فنل we are three carbon atoms نسمي فنل بروبانويد. تمام، هذا من يرتبط بالفلافينويد نسميه شنو؟ فلافونو ليجنان. تمام، مثل عندنا السيلامارين او السيليبوم ماريانا، تمام، اللي هو بالعربي شو يسمونه هذا بالعربي؟ من يعرف هذا الشوك بالعربي شو يسمونه؟ هذا الشوك بشوفون هاي الصوره دكتور شوك او ها يسمونه بالعربي نسيته، سوي يسموه كلغان. كلغان ايه، كلغان. تمام، كلغان يمكن كلغان اوف سيلامارين ريتش سورس اوف نسميه ميلك ثيسل. ميلك ثيسل هذا التسميه الثانيه الى ميلك ثيسل. تمام، هذا اسم النبته العلمي سيليبوم ماريانوم. زين، الميكستشر اوف اكتيف انجريدينت نسميه سيلامارين. سيلامارين يحتوينا على شنو؟ على الاكتيف اللي هو السيليبين او السيليبين او هو الاكتيف انجريدينت. تمام، لشنو نستخدم هذا الكلاغان؟ شنو يفيدنا؟ هيباتو بروتكتيف. هيباتو بروتكتيف يعني نستخدمه للليفر سيروسيس، ليفر توكسيسيتي، ها يعني ليفر ديتوكسيفيكيشن. زين، وموجود عندنا بالصيدليات، بالصيدليه يسمونه ليجالون. ليجالون اذا اكو احد مطبق بالصيدليه هذا الليجالون الباكيت الاخضر اللي مرسوم عليه هذا الكلاغان، هو يحتوي على الميلكتسل او السيلامارين. تمام، يستخدم للليفر ديتوكسيفيكيشن. زين، other constituent اللي هي السيلامارين، سيليادينين وسيليكريستين وياها ويا السيليبين. تمام، هذا ستراكشر مالته، باقي ستراكشر مالته فلافينويد. فلافينويد عادي بس ويا شنو؟ فنل بروبانويد. هذا الفنل بروبانويد، فنل ثري كربون اتوم سمي فنل بروبانويد. تمام، فهو فلافينويد مرتبط ويا شنو؟ هذا الفنل بروبانويد، صاير بي ارتباط فلافون وليجنان. طبعا هو هذا بورلي ووتر سوليبل، بورلي ووتر سوليبل. هسه لحد هنا افتهمنا، اخذنا الموست كومن فلافينويد اللي موجوده عندنا بالماركت، اخذنا السورس وين موجود الفلافينويد ان جنرال، كل كلاس وين موجود ان جنرال، اخذنا التسميه مالتها، النمبرنج مالتها، اخذنا البيسك سكيلتون وشنو اسمه. بس احد عنده سؤال لحد هنا؟ حد هنا اكو احد عنده سؤال؟ تمام، هسه نيجي على شنو؟ على السار. شنو يعني سار؟ اس اي ار شنو يعني؟ ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب شنو معناته؟ ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب طلاب، شنو معناته ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب؟ علاقه الاستراكشر مال الدواء مع قدرة الدواء مع العلاقات يعني او ربط، يعني اي تغيير اسويه بالستراكشر راح ياثر لنا على شنو؟ على الاكتيفيتي. ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. باو، حتى تشتغل انتي اوكسيدنت احنا قلنا شنو الميجر؟ الميجر يوز اوف فلافينويد هو شنو؟ انتي اوكسيدنت. حتى تشتغل انتي اوكسيدنت خلينا نجي على الداشبورد. باو، نرجع نرسم الفلافينويد
حتى تشتغل انتي اوكسيدنت لازم بيها توفر لنا شغلات زين، بدونها ما تقدر تشتغل انتي اوكسيدنت. هذا رينج بي، هذا سي، وهذا اي. طبعا هو هذا هذا اللي كلهم شنو انساتشوريتد. هذا شو نسميه؟ هذا البيسك فلافان. فلافان عفوا. تمام، فلافينويد حتى تشتغل انتي اوكسيدنت لازم توفر لنا هاي الشغلات. أول شيء خلي أرسمها بشكل أوضح، بقى حتى تشتغل أنتي أوكسيدنت لازم توفر لنا الكاتيكول، لازم توفر لنا الدبل بوند، هذا رينج بي، هذا رقم 2، هذا رقم 1، رقم 3، رقم 4، 5 و 6 و 7 و 8. تمام، هنا رقم 1 الفا او 1 داش 2 داش، يعني هاي رينج الثاني 3 داش 4 داش 5، وهذا خماسي اسم جديد. تركزون على structure activity relationship. تمام، تركزون عليها كلش مهمة. دكتور بس سؤال. نعم. شلون الفرق بين الفلافان والازو فلافانوف اللي هي ثنائهم يصير الاتاتشمنت بالبيرينجز؟ فلافان والايزو فلافان مو الفلافان بموقع رقم 2، الايزو قلنا بموقع رقم 3. تمام، شكرا دكتور. هذا بموقع رقم 2 شنو؟ فلافانويد زين. الايزو ليش اسمي ايزو؟ موقع رقم 3 يصير الاتاتشمنت تسمي ايزو. باو هاي 1 2 3 4 5 6، طبعا هذني داشات كلهم، يعني معناته انه سكند تانل جروب مو البيسك. هذا رينج اي، هذا رينج بي، العفو رينج سي هذا بالنص، ورينج بي الرينج بي اللي مرتبط. حتى اول شيء حتى يشتغل انتي اوكسيدنت زين، خلينا نرسم الستركتشر اوف، قلنا يا اكثر واحد يشتغل انتي اوكسيدنت فلافونول، نرسم الستركتشر مال فلافونول. تمام، هاي عنده او اتش موقع رقم 3 واو اتش موقع رقم 4. أورثو. تمام، أول قاعدة حتى يشتغل أنتي أوكسيدنت لازم موقع 3-4 يصير أورثو. أورثو يعني بصف بعض زين، بصف بعض رقم 3 ورقم 4 تو أج جروب نسميه كاتيكول. كاتيكول تمام، هاي أول شيء. إذا ماكو كاتيكول ما يشتغل أنتي أوكسيدنت، أو أنتي أوكسيدنت ضعيفة، يعني تو أج جروب موقع رقم 3 ورقم 4 بالبيرينج زين، 2OH group ortho، ortho يعني بصف بعض، موقع رقم bring B زين. هنا شرحت enhancing antioxidant activity، وجود الدبل bond موقع رقم 2 و 3 ويا الoxo group موقع رقم 4 increase antioxidant activity. تمام، وجود OH group موقع رقم 3 OH group موقع رقم 5 increase antioxidant activity. إذن ثلاث قواعد زين زيد الانتيوكسيدنت اكتيفيتي.
بس يجي شلون الميكانيزم باعه هنا؟ يمكن هذا هاي الخطوات يعني هاي الخطوات حتى نزيد الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي. اول شيء داي هيدروكسي موقع رقم 3 ورقم رقم 4 نسميها كاتيكول، داي هيدروكسي نسميها كاتيكول اللي موجوده برينك سي زين، اللي موجوده برينك بي عفوا زين. ها تمام، هاي الاو اتش جات اللي موجوده برينك بي تزيد لنا الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي، هاي الكاتيكول ستراكشر برينك بي. ليش تنطينا ستابيليتي تو ذا فلافينويد؟ هذا اقول لكم شلون تشتغل، شلون تشتغل هاي الكاتيكول، هاي الكاتيكول شلون تزيد لنا الاكتيفيتي. لازم ارجع ارسمها من جديد. بعض بس ركزوا وياها ستفهموها بعدين، ما يحتاج حتى تقروها، من تفهمها ما يحتاج حتى تقراها. بابا نسمي البيسك ستراكشر مال الفلافونول زين، هذا رقم 2 رقم 3 رقم 5 6 7 8 1 2 داش 3 4 5 وات ايفر. يعني اول قاعده شو تقول عندي؟ تقول لي او اتش جروب موقع رقم 3 ورقم 4 بالبيرينك زين، هاي نسميها كاتيكول. هاي شلون زيد الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي؟ شنو معناته انتي اوكسيدنت اكتيفيتي؟ انتي اوكسيدنت يعني فري راديكال سكافنجر، فري راديكال سكافنجر زين. الفري راديكال عباره عن شنو؟ عن جذور حره، هذا ار فيها الكترون واحد مو الكترونين، تمام، الكترون واحد مو الكترونين. هاي الاو الكاتيكول جروب، هاي الاو اج، هاي اسيدك، مو قلنا اسيدك الاتاتشمنت مالتها بال بال بالبرينك بي يكون ضعيف، اتاتشمنت الهيدروجين ويا الاو برينك بي يكون ضعيف. ليش تكون اسيدك؟ مسحوبه، ستراكشر كله مسحوب زين. فهاي عادي تيجي هنا وترتبط ويا الفري راديكال ويطلع تسوي له ستابيلايزيشن، هذا صار له ستابيلايزيشن. هاي الاو اتش راح تطلع يصير ستابيلايزيشن، هاي الاج بسرعه يفقدها الفلافينويد، بسرعه يفقدها يشارك بيها زين. وين تروح؟ تشلب بالفري راديكال، فري راديكال يكون انستابل. الفري راديكال ليش يسوي لنا ديزيز؟ لان هو انستابل ستراكشر، يرتبط بالممبرين يفلش الممبرين، يرتبط بالدي ان اي يخرب لنا الدي ان اي، انستابل زين. فنشوف الاو اج هاي الكاتيكول جروب اللي موجوده عندي وين؟ برينج بي، هاي تكون رياكتيف، رياكتيف هيدروكسيل جروب. هاي ليش رياكتيف؟ لانها هذا الفلافونويد ستراكشر كله جود وذ درونج جروب، جود وذ درونج جروب يعني اتاتشمنت، هذا الاتاتشمنت بينها وبين الاكسجين يكون ضعيف، ويك بوند، ويك بوند. بالتالي الهيدروجين هذا بسرعه ينفقد ويجي ياخذ الفري راديكال ويطلع يسوي لنا ستابيلايزيشن للفري راديكال زين. من يطلع هذا الهيدروجين ويسوينا ستابيلايزيشن للفري راديكال راح يطلع عند الفري راديكال ستابيلايزد، تمام، والتالي ما راح يضرنا هذا الفري راديكال، فقد الخاصيه مالته. هاي الايدج راحت، راحت ويا الفري راديكال، شو يبقى مكانها؟ يبقى مكانها الفينوكسي راديكال، هذا فينوكسي راديكال هم يبقى مكانها الكترون واحد زين، لانها راحت راح بس الكترون واحد من عدل، الهيدروجين بيعده 2 الكترون، الكترون راح سوى آسرة ويا الفري راديكال، الفري راديكال ويا الكترون، بقى عندي الكترون اللي موجود على الاو، هذا هم يعتبر فري راديكال، بس هنا ستيبل فري راديكال، فينوكسي راديكال نسميه. ليش ستيبل؟ لان راح يصير عندي هيدروجين بوندينج ويا الاو اتش الثانية، يصير عندي هيدروجين بوندينج ويا الاو اتش الثانية،
فراح تسوي له ستابيلايزيشن فينوكسي راديكال ستابيلايز فينوكسي راديكال تمام. ممكن الاج الثانيه هم تتفاعل ويا اذر فري راديكال وتسوي لنا كوينون يتحول الكاتيكول الى كوينون هيك يصير ستراكشر مالته زين يفقد الاجات مالته يفقد الاجات مالته ويتحول الى نسميه الكوينون هذا كلش ستيبل وما ما عليه اي شيء تمام. هذا اول ميكانيزم. ثاني ميكانيزم شنو؟ الدبل بوند. نشوف الدبل بوند along with شنو؟ along with الكربونيل جروب برقم موقع رقم 4 هذا يساعدنا على الانتي اوكسيدنت او الفري راديكال سكافنجر. ليش؟ لان راح يسوي الفلافينويد كله بلانر مستوى واحد يعني يساعدنا على البلانارتي مالته وبنفس الوقت good with ground group good with ground group فسوي الكترون ديلوكلايزيشن هنا راح تنسحب تنسحب الالكترونات باتجاه الرينج سي بالتالي الهيدروجين اتاتشمنت مالتها بالاكسجين يكون قليل زيد لنا الاسيديتي مال او الرياكتيفيتي مال الكاتيكول جروب بالتالي راح يزيد لنا الفري راديكال سكافنجر اكتيفيتي مالتها. هاي بالنسبه للقاعده الثانيه الدبل بوند بين 2 و 3 along with الكربونيل جروب موقع رقم 4 تمام. القاعده الثالثه اللي زايد لنا الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي هي شنو؟ هي وجود الاو اتش جروب موقع رقم 3 وموقع رقم 5 تمام. هذا رقم 3 اكو او اتش جروب موقع رقم 5 اكو او اتش جروب هذن الاو اتشات جروب هم مسوي لنا دايركت سكافنجينج للفري راديكال هم يسوي لنا دايركت سكافنجينج للفري راديكال وتسوي لها ستابيلايزيشن تمام. اذا كانت الكاتيكول ما موجوده برينج بي موجوده برينج اي نفس الحال هم زايد لنا الانتي كولينرج الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي يعني اذا الكاتيكول جروب ما موجوده برقم بي برينج بي موجوده برينج اي تعطينا نفس البرودكت او نفس نفس الشيء تمام. هذا اول قاعده اللي هي الكاتيكول برينج بي which confer high stability to flavonoidal phenoxy radical هذا الفينوكسي راديكال via hydrogen bonding or expand electron delocalization تمام. القاعده الثانيه السي سي سي 3 دبل بوند بين سي 2 and سي 3 زين ويا الكربونيل جروب او الاوكسو جروب اللي موجوده برقم 4 راح ديترماين كوبلان الكوب البلانرتي مالتها مال الرينج سير بلانر وبنفس الوقت تساعدنا على الالكترون ديلوكلايزيشن يعني تسحب الالكترونات من الرينج بي تقلل لنا الاتاتشمنت اوف هيدروجين الاتاتشمنت اوف هيدروجين شنو الهيدروجين بالاكسجين بالتالي الهيدروجين يكون رياكتيف اللي موجود بالكاتيكول جروب. القاعده الثالثه اللي هو presence of OH group موقع رقم 3 وموقع رقم 5 اللي هي for maximum scavenging activity زين. هاي من ثلاث قواعد. القاعده الرابعه ممكن نضيفها اذا كان ما عندنا قلت لكم اذا ما كان عندي كاتيكول بموقع برينج بي بس عندي كاتيكول برينج اي هنا راح تعوض رينج اي راح يعوض عن رينج بي اذا كان بي كاتيكول جروب تمام. الجلايكوسيليشن اوف فلافونويد دائما يقلل لي الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي الجلايكوسيليشن يقلل لي الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي يعني اذا كان فلافونويد مرتبط بشوجر الانتي اوكسيدنت مالته يكون اقل من اذا ما كان بي شوجر. ليش؟ لان الجلايكوسيليشن اكثر شيء يصير بموقع رقم 3 من اسوي موقع رقم 3 يعني فقدت الاو اتش موقع رقم 3 بالتالي راح افقد السكافنجينج اكتيفيتي موقع رقم 3. شوفوا هنا هذا الستركتشر هنا دا يوضح لنا السايت اوف موديفيكيشن. اول شيء هاي اول قاعده كاتيكول جروب موقع رقم او برينج بي كاتيكول جروب اللي تكون اورثو اذا هاي الاو اتش برقم 3 وبرقم 5 ما تنطي نتيجه مثل برقم 3 وبرقم 4 لازم يكون متجاورات زين حتى يصير هيدروجين بوندينج بالفينوكسي راديكال حتى يصير هيدروجين بوندينج بالفينوكسي راديكال وتقدر تتفاعل مرتله. رينج سي من موجود عندي كربونيل جروب
العفو دبل بوند بين رقم 2 ورقم 3 ويا الكربون بموقع رقم 4. هنا راح تنطينا بلانارتي للستركتشر، بنفس الوقت ديلوكاليزيشن تسحب الالكترون من رينج بي، بالتالي راح تزداد الرياكتيفيتي اوف الهيدروكسيل جروب برينج بي. تمام، شوف هنا اذا ما كان عندي كاتيكول بموقع برينج بي بس عندي كاتيكول برينج اي راح يعوض عن الكاتيكول اللي ما موجوده برينج بي، يعني تنطي نفس الاكتيفيتي. تمام، اتوقع مفهومه، مجرد تقراها تفهمها. هسه نيجي على الميكانيزم اوف انتي اوكسيدنت اكشن اوف فلافونويد. هسه عرفنا الستركتشر اكتيفيتي ريليشن شيب، شلون ان الستركتشر يسوي يزيد لنا الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي. هسه نجي شلون الفلافونويد تشتغل از شنو، از انتي اوكسيدنت. الميكانيزم فرقه بين الستركتشر اكتيفيتي ريليشن شيب، يعني شغلات نغيرها بالستركتشر حتى نزيد الانتي اوكسيدنت، وبين انه شلون تشتغل الميكانيزم اوف انتي اوكسيدنت. زين، الميكانيزم اوف انتي اوكسيدنت ان هي اما تكون فري راديكال سكافنجر، يعني راسا تتصق بالفري راديكال وتسوي لها ستابيلايزيشن وبالتالي تمنع تاثيرها، او تشتغل عن طريق النيتروك اوكسايد، او تشتغل عن طريق شنو الزانثين اوكسيدايز. تمام، نجي اول ميكانيزم اللي هي دايركت سكافنجنج اكتيفيتي. دايركت سكافنجنج اكتيفيتي هي نفسها اللي شرحناها قبل شويه بالستركتشر اكتيفيتي ريليشن شيب، من اكو الفري راديكال وحدها عندها الكترون طايف تكون انستابل، يجي الفلافونويد ينطيها هيدروجين يسوينا ستابيلايزيشن للفري راديكال، وبنفس الوقت يسوي ستابيلايزيشن للستركتشر مالته عن طريق بني الثلاث قواعد اللي قلناها قبل شويه. تمام، هاي الدايركت فري راديكال سكافنجنج اكتيفيتي. هاي الميكانيزم شوفوا باعوا بستركتشر بي، هذا بي شوف ايش راح ايش يصير عندي. هاي الفري راديكال هو عباره عن شنو، عندها الكترون سنجلت اوف الكترون، الفري راديكال دائما عندها سنجلت اوف الكترون، الكترون واحد تكون كلش رياكتيف، يجيها الفلافونويد. الفلافونويد عندي هاي الاو اجات مالته كلش رياكتيف. ليش رياكتيف؟ قلنا لكم لان هي تكون اسيدك مرتبطه باروماتيك رينج، والاروماتيك رينج مرتبطه بالكربونيل والدبل بوند، بالتالي راح تكون اسيدك رياكتيف، هاي رياكتيف جروب مسحوبه، الالكترونات مسحوبه باتجاه رينج سي، بالتالي الاتاتشمنت، هاي الاتاتشمنت بين الهيدروجين والاكسجين يكون قليل هنا. زين، فهاي نشوف هاي الهيدروجين تجي تاخذ لها تاخذ الفري راديكال وتطلع على شكل ار او اتش ستابلايزد، ار او اتش ستابلايزد. يبقى عندي الفينوكسي راديكال، هذا الفينوكسي راديكال يصير له ستابيلايزيشن، يسوي نفس ستابيلايزيشن عن طريق شنو؟ عن طريق الهيدروجين، عن طريق الهيدروجين هيدروجين بوندينج. زين، صار عندي ستيبل. وحتى هذا الفينوكسي راديكال ممكن يتفاعل مرتلق، شوفوا ممكن يتفاعل مرتلق ويا الفري راديكال، هاي الايدج البقت ممكن هم ترجع تتفاعل ويا الفري راديكال وتطلع على شكل كوينون ستراكشر، يعني يصير عندي كوينون ستراكشر ويكون مور ستيبل كوينون ستراكشر. مفهوم طلاب؟ مفهوم، هي بس راح تحتاج لها يعني تراجعوها ان شاء الله راح تضبطوها. اوكي تمام، اوكي دكتور. هسه نيجي على النيتريك اوكسايد. نيتريك اوكسايد طبعا شوف النيتريك اوكسايد ينفرز عندي بحالات الانجري، من يصير عندي انجري اندوثيليال انجري او اي انجري يصير يسميها اسكيميك انجري من يقل البرفيوشن راح الاندوثيليال سيل تفرز لنا النيتريك اوكسايد. الماكروفاج اللي موجوده عندنا بالسايت اوف انجري راح تفرز لنا النيتريك اوكسايد. زين، هذا النيتريك اوكسايد يفرز انزيم نسميه نيتريك اوكسايد سينثيسيز. زين، هذا النيتريك اوكسايد سينثيسيز موجود بالاندوثيليال سيل، موجود بالماكروفاج، يفرز لنا نيتريك اوكسايد. نيتريك اوكسايد يسوي لنا فازو دايليشن، هو مفيد النيتريك اوكسايد، يسوي لنا فازو دايليشن، يزيد لنا البلود فلو بالسايت اوف اسكيميك انجري. زين،
بس اذا كان زياده عندي بالنيتريك اوكسايد هنا راح يصير عندي زياده الماكروفاج تفرز نيتريك اوكسايد، الاندوثيليال سيل تفرز نيتريك اوكسايد، ايش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي اكسس اوف نيتريك اوكسايد. نيتريك اوكسايد من يصير بي اكسس ايش راح يصير عندي؟ راح يتفاعل ويا شنو؟ يتفاعل ويا الفري راديكال، يتفاعل ويا الفري راديكال ينتج لي مركب كلش كارسينوجينيك اللي يسميه بيروكسينيترايت. بيروكسينيترايت هذا ناتج من تفاعل النيتريك اوكسايد اللي هو انفرز عندي نتيجه الاسكيميا، تفاعل هذا النيتريك اوكسايد ويا الفري راديكال انتج لي هذا المركب. هذا المركب كلش خطر، ليش؟ لانه راح يسوي لي دايركت اوكسيدايزنج للال دي ال، يسوين اوكسيدايزنج للال دي ال، بالتالي راح من يسوي اوكسيديشن للال دي ال راح الال دي ال تصير اثيروجينيك، ترتبط بالماي اندوثيليال سيل وتسوي لي شنو؟ تسوي لي هاي الانجينا والكارديوفاسكولار ديزيز. تمام، هذا البيروكسينيترايت. الال دي ال نيتريك اوكسايد، لا لا سكر حكم نيتريك اوكسايد نفس الوقت قلنا لكم يسوي لي ينتج لي هذا المركب اللي هو البيروكسينيترايت. الفلافينويد، الفلافينويد قبل شويه ايش قلنا؟ قلنا هي تقللنا الفري راديكال، سوينا سكافنجينج، سكافنجينج يعني تصطاد الفري راديكال، زين؟ فانا من قللت الفري راديكال ماكو فري راديكال تتفاعل ويا النيتريك اوكسايد، زين؟ بالتالي راح يقل عندي البيروكسينيترايت هذا المركب اللي هو كلش اثيروجينيك. تمام؟ الفلافينويد بنفس الوقت تقدر تسوي لنا دي اكتيفيشن او سكافنجينج للنيتريك اوكسايد نفسه، زين؟ تسوي لك سكافنجينج للنيتريك اوكسايد نفسه. تمام، الفلافينويد من تقلل عندي النيتريك اوكسايد وتقلل عندي الفري راديكال راح تقلل عندي شنو؟ تشتغل از شنو؟ انتي اوكسيدنت، تشتغل از شنو؟ انتي اوكسيدنت، انتي انفلاماتوري. تمام، هذا بالنسبه للنيتريك اوكسايد، ميكانيزم اوف نيتريك اوكسايد سهله ترى ما يراد لها شيء بالامتحان، مجرد تفهم الفكره وتوصل لي اياها، ما اريد تكتب لي نصا يعني، عبر من يمك، مو شرط تكتب لي نصا مثل ما موجود. تمام، هسه نجي على الميكانيزم الثالث اللي هو شنو؟ زانثين اوكسيديز. زانثين اوكسيديز، زانثين هو انزيم، زانثين اوكسيديز انزيم يلعب لنا دور مهم بالشنو؟ بالاوكسيديتيف انجري، الاوكسيديتيف انجري خاصه نفس الحاله بالاسكيميك ريبرفيوشن، حال النيتريك اوكسايد سينثيسيز، زين؟ يطلع عندي بحاله الاسكيميا، زين؟ شو يسوي عندي؟ بالظروف الطبيعيه هو موجود على شكل زانثين ديهايدروجينيز، زانثين ديهايدروجينيز، من يصير عندي انجري راح يتحول الى شنو؟ زانثين اوكسيديز، زانثين اوكسيديز. هذا الزانثين اوكسيديز يتفاعل ويا الاكسجين ويا المولكيولر اوكسجين، يتفاعل ويا الاكسجين ينتج لي مركب هم كلش خطر اللي هو السوبر اوكسايد فري راديكال، هاي السوبر اوكسايد فري راديكال، زين؟ من يتفاعل ويا الاكسجين مولكيولر اوكسجين راح ينتج لي مركب هم كلش خطر حال البيروكسينيترايت، زين؟ هاي السوبر اوكسايد فري راديكال. الفلافينويد شو تسوي لها؟ تسوي لها تقللنا الزانثين اوكسيديز وبنفس الوقت تقللنا السوبر اوكسايد فري راديكال. تمام، هاي الميكانيزم الثالث لل از انتي اوكسيدنت. مفهوم طلاب؟ مفهوم؟ اي نعم دكتور، ترى سهله المحاضره، زين؟ نجرب بس تقروها، بس ركزوا بالستركتشر، اكتيفيتي ريليشن شيب، ميكانيزم اوف انتي اوكسيدنت، زين؟ هذين الشغلات اللي حكيناها. احد عنده سؤال؟ احد عنده سؤال لحد هنا؟ دكتور هسه الستركتشرات كلها حفظ مثلا يعني بكل المحاضرات اللي اخذناها لو بس اللي حضرت تقدر عليها؟ باي، مو حفظ يعني البيسك ستراكشر مال كل كلاس، زين؟ هسه شلون رسمنا مثلا الفلافونون؟ اكو بيسك ستراكشر، هذا الجدول ينطوكم بيسك ستراكشر، يعني موش انا اريد فقط البيسك، يعني مثلا هذا مثلا الفلافونول، شوفوا هذا الفلافونول، صح؟ انا يهمني من الفلافونول ما يهمني الاو اجات المرتبطه بيه، يهمني فقط السايت،
هذا الفلافون يهمني السايت اوف موديفيكيشن، مو شرط اذا اكو عندي او اج هنا او عندي او اج هنا بموقع بي، ما يهمني، يهمني فقط البيسك ستراكشر. البيسك ستراكشر يعني رينك سي ممنوع الغلط بي، رينك سي ممنوع الغلط بي، زين رينك سي ممنوع الغلط بي. من اقول ستراكشر مطلوب لازم انت البيسك ستراكشر، بيسك ستراكشر يعني من ضمن البيسك ستراكشر هو رينك سي، الموديفيكيشن يصير برينك سي، هذا اهم شيء، لان اذا غلطنا برينك سي غلطه واحده راح يختلف عندي الكلاس مال الفلافي نوت كله. زين تمام دكتور، شكرا. اوكي بعد احد عنده سؤال؟ احد عنده سؤال؟ تمام. يعني راح ناخذ حضوركم طريقتنا هسه. احد عنده سؤال لحد هنا؟ ما حد عنده سؤال. جين دكتور، بس المادة كم لكتر الكورس كله؟ خير وبركة إن شاء الله، احنا خلصنا الجلايكوسايد. وبالمد كم واحد داخل بالمد؟ امتحان المد كل شيء داخل. دكتور شنو إذا المادة مثلا 14 لكتر؟ ها دكتور؟ لا سهلة سهلة، لا تخافون إن شاء الله سهلة، بس يعني نسأل لي قدام. بس شدوا زين، مو سختون. لا إن شاء الله ماكو سهلة. لا بس تقرأ شوية، مو فد شيء صعب يعني، أبد مو فد شيء صعب. ما 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 أعطيكم فد شيء ما مفهوم أو فد شيء ما تستفادوا من عنده، هاي كلها تستفادوا من عندها، موجودة ومفهومة. زين كلكم راح تنجحون إن شاء الله. بس هذول اللي يسختون زين ما ينجحون. لا ان شاء الله دكتور، ما عندنا احد يسخن. لا كوكو، هذول ما يطبون، هذول ال 20 واحد وينهم؟ ادري شنو يعني هذول، يعني هيك يعني، يعني ما يهمهم. زين والله ما اعرف يعني ما يهمهم يعني. اكيد وينهم ما اريد اشوفهم يعني. الا اشوفهم وينهم دكتور، ما اعرف يعني اسمائهم منو حتى، يعني مثلا نوصل لهم شلون. هسه اعرف لك وين هاني، اعرف منو ما ترى. هسه الكويز سهل، اللي موجود راح يعني يجاوبه فنعرف منو، اللي ما موجود بعدين يجي يقول له ها انا ليش رسب الدكتور، اقول والله حبيبي ما كنت تفوت محاضرات، اه والله ما عندي انترنت، ليش يا ابو ما عندك انترنت؟ باو فتشي كلش سهل. زين يعني كلش سهل هسه دكتور، هسه راح انزلكم اياه بالكلاس. من محاضرة اليوم لو مواضيع سابقة؟ اقول دكتور من محاضرة اليوم لو مواضيع سابقة؟ كلش كلش تريفيال. زين فشي كلش سهل ان شاء الله دكتور. يلا عيني ها مرسال. راح انشر عندكم بالكلاس، بس فوتوا على السريع جابوا واطلعوا. يعني شغلت هيك ربع دقيقة. هسه فوتوا تمام، 10:52 10:53 نسد. دخلت على الرابط دكتور، ما نزل الرابط لحد الآن. بلي بلي بنزل بالكلاس، فوتوا على الكلاس. دكتور نزل بس وين النت ضعيف يعني يتأخر عند البعض. اطلعوا من الميت وانزلوا على الكلاس، موجود بالكلاس بس تفوتون.
بس تختار واحد وتطلع. دكتور بس يصير أحلى بحسابي الشخصي لأن حساب الرئيسي باللابتوب هذا ما أقدر هسه أسجل دخول يعني شو نفس الاسم. شلون فت للميتينج؟ بالميت إنه الواجهة مال الميتينج فاتحة الحساب مال يعني الحساب الرسمي. هذا اللينك بالميت راح أنزلكم يعني. تمام. دكتور يقول ألا تحتاج إذن ما يقبل يدخل شلون؟ طبعا مو إيميل جامعي يعني. أنا بالنسبة لي إيميلات جامعية هاي مبلغينكم إياها من بداية الكورس. تمام، ايميلات جامعيه. اكو احد ما عنده ايميل جامعي لحد هسه؟ لا دكتور الاغلبيه عندهم. خلاص عفوا دكتور، بس انا فايته بايميل جامعي بس همات مدى يقبل يفتح يمي مدى يفتح رغم انه ايميل جامعي بس ما يقبل تحتاج اذن ايميل جامعي. دكتور تقدر تعطيهم إمكانية الوصول حتى يقدر يدخلون للفورم اللي نزلت بال يعني؟ وهاي هواي نفات وجاوبوا. دكتور أنا همات ما فتح بعد هذول دا يجاوبون منه ولا عاد؟ أكيد عاد. دكتور أنا هم ما فتح، أنا هم ما فتح يمي. دكتور نفس الحالة كذلك، أنا نفس الحالة. هو مبين اللي راضي يفوت راح يطلع اسمه يمي. تمام دكتور، ما يهمني الإجابة، ما يهمني الإجابة، يهمني بس اللي موجود من اللي موجود. دكتور أنا موجود تاج إذن ما يطلع سهل. يلا يعني راح نلغي لكم يا هذا المرة. زين المرة الجاية اللي مو موجود راح أكوزكم كوز على 5 درجات نفس المحاضرة. زين اوكي تمام دكتور عاشق، شكرا. السلام عليكم، بس عبد الرحمن. نعم بس مالت الايميل ما قاعد يفوت بالكلاس. ايش بيه الايميل؟ يعني ما قاعد يفوت بالكلاس يعني. هو جامعي؟ اي جامعي والله، بس ما قاعد يفوت بالكلاس يعني. ولا كلاس هسه انت داخله من مالات الدكاتره؟ اي قاعد يفوت بس ما قاعد يفوت على الكويز. لا الكويز هاي الغالبية الطلاب صار عندهم خربطة يعني، ما أعرف لحد هسه الفورمة ليش ما فتحت عندهم، لين ما فاتحين، لين هو غالبا الفورمة من تفتحها تاخذك ليل كروم، واغلب الكروم حسابات شخصية مو الايميل الجامعي. هسه شلون يعني انت تحكي ويا الدكتور؟ احنا حاضرين يعني. واعرف واجهت وياه هسه حتى وين بس الامتحان الكويز مالت اليوم انلغى، بس يعني على الكويزات اللي جاية والامتحانات اللي جاية. بس دا احكي ويا الدكتور نشوف شنو حلها. تمام